يا مساء الفل على كل مشاهدينا مشاهدي برنامج عقار مصر. النهاردة زي ما وعدناكم من الحلقة اللي فاتت ان احنا قررنا نفعل هاشتاج اسمه بالواقع نتحدث. الهاشتاج ده كان مهم جدا ان اي شركة عقارات لو عندها حاجة او عندها مشكلة او حد متضرر من شركات العقارات بيرفع السماعة علينا او يبعت لنا رسائل، وبنحاول احنا نكون همزة الوصل او على الاقل نقدر نحل المشكلة بتاعتهم. في نفس الوقت اي حد زي ما قلت لكم ما بناش او ما عملش حاجه على ارض الواقع هو مش هيقدر يطلع معانا هنا، مع اننا يعني علاقاتنا بيهم تبقى كويسه، بس الفكره فكره ان احنا بنطلع الشركات اللي موجوده ذات ثقه. لازم يكون اي عميل بيشتري من عندي من هنا او صدق كلامي يعرف ان احنا على حق. هنبتدي باول حاجه حصلت معانا. طبعا احنا لقينا رسائل كتيره جدا الفتره اللي فاتت عن هاشتاج بالواقع نتحدث، وناس كتير قالت ان احنا عندنا شركة كذا وشركة كذا وشركة كذا وشركة كذا. فقررنا ان احنا كل حلقة في الانترو بتاعنا ان احنا نجيب الشركة دي ونقف نتكلم معاهم او نعرض المشكلة اللي مع الشركة اللي هي مع العملاء ذات نفسهم، وفي نفس الوقت الشركة تحاول تحل معاهم، نحاول نكون احنا همزة الوصل. فكان اول شركة معانا النهاردة الشركة دي في مدينة بدر، شركة اسمها شركة ترافيك. شركة ترافيك هي شركة ليها مشاريع المفروض وليها شغل المفروض، بس يعني في شوية تفاصيل كده حصلت كبيرة، وان في ناس ما استلمتش من 2022، يعني هم المفروض دفعوا فلوس اقساط من 2020 لحد 2022 والمفروض يستلموا، لحد دلوقتي ناس ما استلمتش. في استلم او في بالاصح يعني اتبنت الاماكن بتاعته بس ما استلمش، وفي اللي اصلا ما استلمش خالص. بس خليني هقول لكم ان الشركه مشكوره لما احنا عرفنا الموضوع وبعتنا لهم رساله من فريق الاعداد، لقينا ان الشركه بعتت لنا من الشؤون القانونيه رد. الرد ده انا هقوله لكم بس بعد الاول مكالمه من احد المتضررين من شركه ترافيك بمدينه بدر. استاذ احمد محمود اهلا بيك. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ احكي لنا يا فندم قصتك مع شركه ترافيك بس على عجاله لو سمحت. فندم، هي الفكره كلها ان احنا حوالي 100 و 150 واحد عندنا مشاكل مع الشركه. انا مثلا بالنسبه لي انا شاري الشقه كاش. انت شاريها كاش؟ كاش، تمام. دفعت الفلوس في شهر 10 2022. ماشي. شهر 10 2020. ماشي، تمام. المفروض ان انا استلم الشقه بتاعتي في شهر 4 2022، تمام. المفروض ان انا شاري ومعايا عقد خالص الثمن ومعايا هو استاذ احمد ده العقد بتاع حضرتك اهو معانا احنا اهو، وهننزله دلوقتي بالظبط على الشاشه، تمام. ده عقد خالص الثمن، عقد بيع شقه خالص الثمن. اتفضل يا فندم كمل. يوم 18/10/2020. والمفروض ان انا الفلوس اللي دفعتها دي واخد بيها من الشركه الايصالات، ان انا دافع الفلوس ديت للخزنه. كويس. لغايه دلوقتي ما فيش اي حاجه حصلت في القطعه، ولغايه دلوقتي انا مش لاقي شقتي. بكلم الشركه يقول لي هتاخد الشقه هتحاسبك بسعر النهارده. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني عشان خاطر التعاومات اللي حصلت والخفض في قفض الجنيه وسعر الحديد اللي بقى 5 اضعاف، بيشيلني انا الفرق ده كله. طب هو انت يا فندم نفس الكلام ده لوحدك ولا في مضطرين تاني اكتر؟ كتير يا فندم، زي كتير. والموضوع فيه اكتر من جانب. طب ممكن اسالك سؤال بس يا استاذ احمد؟ معلش. هو دلوقتي كان اخر كلام ليهم دلوقتي ان حضرتك علشان تاخد شقتك اللي هي خالصه الثمن من 2020 لازم تدفع فرق ارقام كفلوس؟ طبعا. صح؟ رقم كبير. يعني بيتكلموا يمكن في دبل اللي دفعته او اكتر. يا اما كده يا اما مالكش حاجه عندنا. مالكش حاجه عندنا وعندك المحكمه، وشوف بقى لعيب المحامين هتعمل ايه معاك. طيب احنا انا بشكرك جدا يا فندم، وان شاء الله كده كده متابعين مع بعض كمان الحلقه الجايه وهنعرف رد للشركه بس كرئيس مجلس اداره. الرد اللي معانا دلوقتي بعد ما عرضنا عليهم المشكله بتاعت اكتر من 150 عميل، الرد كان موجود قدام مننا دلوقتي من الشؤون القانونيه للشركه، تمام. الرد بيقول بالإشارة إلى استفسار برنامج سيادتكم الإعلامي بشأن الشكاوى المقدمة لسيادتكم من بعض عملاء الشركة المتضررين من عدم تسليمهم الشقق السكنية المتفق عليها من الشركة، تمام. تنفيذ الآتي: بالنسبة لشكاوى تأخير الشركة في تسليم العملاء المنتظمين في سداد الأقساط
المتفق عليها طبقا لعقود البيع المحرره بينهم وبين الشركه. انا هحكي لكم التفاصيل عشان يعني الموضوع ممكن هو ورقتين كبار، بس هحكي لكم التفاصيل. ان فكره ان احنا عندنا كده كده اوريدي مصر عدت على مراحل كبيره الفتره اللي فاتت، السنتين اللي فاتوا او الثلاث سنين اللي فاتوا، وكان في شويه مشاكل، وان في سداد للاقساط كان الامور كانت صعبه شويه. المفروض العميل بالنسبه له ان هو يدفع الاقساط حتى لو انا ما بنيتش، ده يعتبر فيما معناه من هذا الكلام. بس هقول لكم يعني ملحوظتين مهمين جدا. الفئة الثانية، عملاء توقفوا عن السداد على الرغم من سدادهم الأقساط المستحقة عليهم حتى تاريخ تسليم المتفق عليه بعقد البيع. يعني أنا قعدت لحد سنة 2022 بدفع كل أقساطي للشركة، بس الشركة ما بنتش خالص، فده رد الشركة عليهم بالنسبة لهؤلاء العملاء مستخدمي حقهم القانوني في عدم تنفيذ التزاماتهم. تهيب الشركة بهم إلى التحلي بروح التعاون والمشاركة وعدم التعسف في استخدام الحق حتى تتمكن الشركة بالوفاء بالتزاماتها معهم، ولا سيما أن المعلوم لدى الكافة الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي مرت بها الدولة، ونحن على استعداد تام للتعاون لإيجاد حل وسط يرضي جميع الأطراف في ظل الخسائر التي منيت بها الشركة بسبب هذه الظروف وبسبب توقفهم عن سداد الأقساط. الشركة نفسها عارفة أن هي متأخرة وعارفة أن في شوية مشاكل كبيرة وبتحاول أن هي توصل لحل وسط في النص. زي ما حضراتكم كشركة ترافيك مشكورين ان انتوا بتقولوا لازم العملاء يتحلوا بالصبر ويتحلوا بروح القانون مش بالقانون، تحلوا انتوا كمان برضو بروح الصبر وروح القانون للعميل اللي عندك. انت ما سلمتش، عندك ظروف، في ناس كتيرة جدا عادت على الظروف دي وكان لازم ان هي تسلم. انت دلوقتي في 2024 ولسه ما سلمتش ناس. في حالة من الحالات كانت لسه موجودة اللي احنا دخلناها، الحالة اللي كانت غريبة شوية ان هو كان عقده خالص التمن. فده في حد ذاته احنا استغربناه، ان انت عقدك خالص التمن، طب ازاي ما استلمش؟ ازاي ما اخدش حاجتي؟ ان ما حدش سلم وهو ده اللي عندنا، يا اما نحل الموضوع ماشي ازاي؟ طبعا ده كان رد الشؤون القانونية من شركة ترافيك. طبعا الشركة مشكورة ان هي ردت بسرعة جدا، بس في نفس الوقت احنا مستنيين رد رئيس مجلس ادارة الشركة للعملاء الخاصين بيه. والمعلومة مهمة جدا برضو اتقالت لنا من 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 يعتبر من معظم العملاء، ان هم بيتعاملوا معاملة وحشة جدا من ادارة الشركة، بيتعاملوا معاملة وحشة جدا من إدارة الشركة. ممكن أقول فيها ترهيب، ممكن أقول فيها أسلوب مش لطيف، في كذا طريقة ممكن يعني يتعاملوا بيها مع العملاء أفضل من كده. أنت لما جيت في يوم من الأيام كشركة ترافيك بعت له البيعة، كنت بتقول له إن الدنيا كلها وردي والدنيا جميلة وكويسة. خلينا يكون عندنا مصداقية للعميل. اسم شركتك لازم يكون متواجد، اسم شركتك المفروض أنت بتخاف على اسم شركتك. ده اكتر من 150 عميل، ودي كانت اول يعتبر حاجه معانا حصلت. من الحلقات القادمه ان شاء الله الفتره القادمه هيكون معانا كل اسبوع معانا شركه في متضررين ليها، وبنحاول نشوف حلول لهذا الضرر. مستنيين رد شركه ترافيك الحلقه القادمه من رئيس مجلس الاداره. اتمنى طبعا هو يخش معانا مداخله تليفون، يقدر يتكلم في الموضوع ده. حتى لو ما دخلش معانا مداخله تليفون، على الاقل يقدر يحل المشكله للعملاء اللي معاه. ده مش حلو لشركتك ولا لاسمك في السوق، وفي نفس الوقت كمان احنا كبرنامج برضو مش هنسيب العملاء اللي هم خط احمر بالنسبه لنا. قبل ما اطلع فاصل في الانترو بتاعي، انا عندي فقرتين مهمين جدا. فقره كنا بنتكلم عنها الاسبوع اللي فات اللي هي فقره قانون التصالح، والجديد في قانون التصالح اللي هيتفتح يوم الحد القادم ان شاء الله كمان يومين بالظبط، عندنا كل المستجدات فيها. وفي نفس الوقت كمان اعرف انت هل هيحصل معاك ايه وانت رايح تتصالح، هل في مشكله معاك، هل القضية اللي معاك دلوقتي هتعدي لك الأمور ما فيهاش مشاكل، ولا أنت في أي مكان ممكن يحصل لك في أي دروب بيها بسبب القضية دي. في حاجات كتيرة جدا قانون التصالح حصل فيه مشاكل كبيرة قوي، حصل فيه كلام كتير قوي، هنحاول إن احنا نعرف كل التفاصيل فيها بعد الفاصل. بعد ما نخلص الفاصل عندنا فقرة خارجية، وهيكون لنا لقاء مهم جدا مع مهندس شريف حمودة اسمه محترم شركة جي في، وإن شاء الله تبقى فقرة تعجبكم. ونطلع فاصل ونرجع تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل. الفقرة المهمة جدا اللي الجمهور بيستناها الفترة دي، يوم الحد فتح باب التصالحات،
وكان مهم جدا احنا نعرف كل التفاصيل. وفي كمان اسئله جات لنا على كل الصفحات الخاصه بينا عن قانون التصالح. طبعا منورنا المهندس ماهر جرجس عضو مجلس نقابه مهندسين القاهره. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. النهارده انت هتجاوبنا على شويه تفاصيل بس هتفهمنا شويه حاجات بقى خاصه بينا الاول. تحت امرك. دلوقتي في القانون الجديد عندنا الماده الثانيه والثالثه. تمام. المادة التانية والتالتة اللي هم خاصين بقانون التصالح، الفكرة فكرة ان 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 استكمال الدور، صح كده؟ والمادة التالتة متهيألي بنتكلم فيها ان اللي اترفض خالص التصالح بتاعه. تمام. طيب خليني الأول تحية لحضرتك والسادة ومشاهدين قناة صدى البلد. دلوقتي قانون التصالح في حد ذاته هو ترخيص ضمني بأثر رجعي. يعني اللي بنى غلط لازم من العدالة يتساوى باللي عمل ترخيص ودفع رسوم. بالظبط. فأنا بالإضافة إلى العدالة الاجتماعية للناس اللي عملت رخصة، أنا لازم أقنن حالة المنشأ وأطمن إن هو آمن على أرواحه والممتلكات عشان ما يحصلش انهيارات ويبقى فيه صح خسائر في أي ممتلكات أو أرواح بشرية لا قدر الله. ده المضمون اللي بينص عليه القوانين واللوائح اللي احنا شغالين بيها من 2019. بالظبط. لما اجي اتنقل من قانون 17 2019 وتعديلاته اللي طلعت في 2020 للقانون الجديد 187 23 اللي صدر 17 ديسمبر في 23 ولائحته اللي صدرت 4 ابريل، كان لازم يبقى فيه مرحله انتقاليه اربط من تقدموا بالاعمال على 2019 بالظبط واللي هيستكملوا الاعمال على قانون 187 لان تم ايقاف العمل على قانون 17. طيب المادتين اللي موجودين في القرار بتاع صدور اللائحه هم قرارات انتقاليه. اول حاجه منهم الناس اللي اتصالحت. طب انا قدمت تصالح في قانون 17 واتصالحت ودفعت الفلوس كامله وخدت نموذج 10، هل ليا ماده تدعمني كأعمال انتقالية أو كأعمال تربطني بلائحة جديدة؟ اللي هي إيه؟ إن أنا استكمل نفس الدور اللي أنا عملت عليه المصالحة بتاعتي بذات الارتفاع، لأن دي كانت هتدخلنا في مشكلة تانية إن في ناس هتعلي المباني يقول لك أنا مأسس على 11 دور وصالحت على 9 هكمل لي بقى الدورين؟ الدورين لا، المادة بتنص على استكمال المخالفة في ذات المسطح وذات الارتفاع. يعني اللي أنا بنيته في 2019 اللي قدمت عليه تصالح على قانون 2019. ايوه اكمله بس اكمل نفس الدور. انا اتصالحت مثلا على عمدان وحيطان اكمل الدور بقى اكمل السقف بس كده. اتصالحت على عمدان وحيطان وسقف بس جزء من الدور اتصالح على بقيه الدور. كويس جدا. فهي التصالح او الاستكمال على ذات الدور بذات الارتفاع. كويس جدا. فدي ماده انتقاليه مهمه جدا، مهمه للمواطن ومهمه للسوق العقاري. يعني دلوقتي ما بقاش في فكره ال 25%؟ 25% ده انا بني 25% مثلا ده بند تنظيمي. بند تنظيمي بيطلع على كل تراخيص البناء سواء في هيئه المجتمعات العمرانيه كفيلل او بيوت او عماير او وات ايفر، بيبقى نسبه ال 25% دي من مساحه المبني في الدور الارضي. دي نشاطها خدمي. خدمي لا يعني مش مصرح انها تستخدم وحده سكنيه، انما الموضوع التاني ده انا باني بالظبط اوريدي انت خلفتها كنشاط وكملت عليها مساحه، فيا اما اتصالحت بقى على تغيير النشاط. الماده الثانيه سريعا في المرحله الانتقاليه الناس اللي اترفضت. الحالات اللي كانت في ال 119 سوري في القانون 17 2019 واترفضت عليها بعض الحالات المتقدمه هيتعاد النظر من اول وجديد تاني. من اول وجديد من غير ما يدفع رسوم فحص جديده ولا يدفع جديه تصالح. هو كان دافع جديه تصالح. هو كان جديه تصالح. بالظبط كده. واترفض. واترفض. يبقى هيكمل على جديه التصالح. هيعيد النظر. لو اتوافق عليه. بالظبط كده. هيعاد النظر في الملف بتاعه من لجان البت وتستكمل قيمه التصالح بتاعه. هنا بقى في جمله هتحب الناس هتنبسط منها قوي. ان كل اللي دفع 25% على ال 119 هيستكمل ورقه، سواء بقى وصل نموذج 3 وما كملش الملف بتاعه او كان واخد نموذج رفض، هيكمل شغله على اللائحه الجديده بس بالارقام القديمه. زي الفل. لا طب ما هو موضوع السعر ده مهم جدا. بالظبط. في ناس كتيره بتخاف وده اللي انا اوصل لي يعني برضو. إن في ناس فاكره ان جديه التصالح 250,000 جنيه. تمام. في ناس بتحط لنفسها الارقام دي ويقول لك انا بالنسبه لي ال 250,000 جنيه ولا يا عم اتصالح ليه يا عم اشوف الدنيا بتاعتي حالها ازاي افضل يعني. طيب هو اللي حصل
حصل تداخل في المعلومه مع بعض الناس. الجدول اللي موجود في اللائحه ينص، هنعرضه دلوقتي الجدول ده يا ريت. اتفضل كمل. الجدول بينص او بيوضح الحد الاقصى لقيمه الدفعه المقدمه. يعني انا عندي مبنى مثلا مساحه الدور 1000 متر في 10 ادوار اهو، لو احنا يعني خلينا نقراها برضو مع بعض عشان الجمهور يركز معنا فيها. تمام. مخالفات الرسومات المعماريه والانشائيه، المدن الصناعيه والمناطق الصناعيه من 20000 ل 20000 جنيه، صح؟ تمام. والكره 5000 جنيه. تمام. استاذنك السطر الاخير من نص الماده نفسه. السطر الاخير من نص الماده نفسه اللي هو بناء مباني او منشات او اقامه اعمال. ايوه. لا، النص الماده نفسه فوق في جمله كده بحد اقصى. بحد اقصى. بالظبط. بحد اقصى من سعر المتر. فهمت قصدك. تمام. بحد اقصى من قيمه الدفعه المقدمه اللي هي ال 25%. مبنى مثلا قيمه التصالح بتاعته ممكن توصل ل 8 مليون. القيمه المقدمه بتاعته كام؟ 2 مليون اللي هي ال 25%. صح. هيدفع ال 250,000. لكن لو انا مساحتي 100 متر في سعر متر 1000 جنيه مثلا، يبقى 100,000 جنيه. الدفعه المقدمه بتاعتها 25، ايه اللي يدفعني 250؟ يعني 2000 ونص. او 25,000. 25,000 اللي دفعني 250,000. فدي قيم الحد يعني الاقصى. يعني انا ببتدي من 20,000 جنيه لحد 250,000. دي الحد الاقصى. الحد الاقصى ده اقصى بالزبط. رقم يعني. بالظبط كده. يعني حتى لو انا وصلت ل 50 مليون او 30 مليون بدفع برضه 250,000 جنيه. كدفعه مقدمه. كدفعه مقدمه بالزبط. وبعد كده سعر التقنين نفسه بيستكمل بنشوفه عليها. صح كده؟ بالظبط. طيب كده كده اوريدي هي محطوطه برضه، هتلاقوها برضه كمان على الجروب الخاص بالبرنامج وعلى كل الصفحات الخاصه بينا كبرنامج عقار مصر. خلينا بقى نخش على الاسئله الخاصه للناس اللي سالتنا من اليومين اللي فاتوا يعتبر. بس تمام. اول حاجه استاذ عبد القادر بيقول لك كنت عايز اعمل تصالح على دور سادس مبني من 15 سنه وداخل له عداد كهرباء لكن خشب ومحتاج يتصب حديد، ايه الاجراءات؟ حلو قوي. هو داخل له عداد كهرباء، ده في حد ذاته احد المستندات المطلوبه في الملف الاساسيه، بيان المخالفه. شو بيقول مبني من 15 سنه وداخل له عداد كهرباء؟ بس هو خشب، السقف خشب. وليكن انا بس ايه بطلع من الجمله بتاعته ردود جوه جوه اللائحه. كويس. هو باني من 15 سنه يعني قبل صدور القانون فليه الحق. مدخل عداد كهرباء فعنده بيان مخالفه. يبقى صوره من عداد الكهرباء اللي عنده. تمام كده؟ طيب هو باني سقف خشب، يعني عنده عمدان وحوائط وسقف خشب عايز يتصلح ويكمل السقف فيما بعد. بالظبط. من حقه يقدم ملف التصالح على الوضع القائم والرسومات الانشائيه للسقف اللي هيتصب. لجنه البت هي اللي هتدي له التصالح على كامل الدور. بس بنسبه كبيره هيتصالح. طبعا حقه. حقه. طبعا. طب مثلا لو رقم زي كده ممكن يدفع كام في التصالح من وجهه نظرك؟ هي دي ما فيهاش وجهه نظر. التصالح بيختلف من شارع لمنطقه لمحافظه لمدينه على حسب المنطقه. بالظبط. بس احنا عندنا ريفرنس وهو ان التسعير القديم اخر تسعير طلع بعد التخفيضات على قانون 17-19 هيتم التعامل معاه بنسبه وتناسب طبقا لسعر الصرف، وده من تصريح وزير التنميه المحليه. طيب نبيل كمال، انا فتحت غرفه بالطابق الارضي محل، هل عليها تصالح؟ ومحتاجين يا جماعه بعد اذنكم نحط برضو الـ 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 الاسئله دي نحطها على الشاشه عشان الناس تبقى فاهمه الكلام بيتقال ازاي لو حد عنده حاله زي كده برضو. بالظبط. هو دايما التفاصيل بتفرق. هو فتح غرفه في الدور الارضي من شقته مثلا، او كانت ايه جراج. ما لو عول غرفه كانت باركينج الى محل ممنوع التصالح على الجراجات. ممنوع دلوقتي حتى البيزمنت ممنوع. ممنوع. يعني لو انا واخد شقه بيزمنت خدتها على اساس ان انا هعملها شقه، هل هي جراج؟ ما هي كانت جراج اكيد بيزمنت. لا، في بعض التراخيص كان بيطلع في البيزمنت اتنين بيزمنت وارضي واول كان بيطلع مثلا فيها جيم وجزء جراج، كان بيطلع فيها مثلا غرفه حارس وجزء جراج، وكان فيها جزء مغسله. ده كان نشاط خدمي. لا بس يا باشمهندس، كان متعارف على فتره كبيره ان في ناس كانت بتستغل الجراجات بتعملها بيزمنت. ما هو القانون منع التصالح على الجراجات نهائي خالص خالص. وفي بعض الحالات هيتم رفعها لجهه اعلى لدراستها ان هي استحالت اعاده الشيء لاصله او استخدامه، ولكن نص اللائحه او لجان البت بتاع التصالح ملهاش ان هي تقبل او تدرس حالات التصالح على جراجات. ممنوع منع عامه الكلام ده. لكن لو مثلا جالي دور بدروم وكان مكتوب فيه خدمات وتحولت لسكني متاح، لكن لو دور ارضي وجراج غير متاح. طيب يبقى فهنا غرفه المحل هنسال سؤالين عشان نعرف نجاوب صح، وعلى حسب الاسئله هدي له اجابه.
أول حاجة، هل هو محول الغرفة دي المحل بتاريخ قبل صدور القانون؟ لو معاه ما يفيد المخالفة، يعني معاه سجل تجاري، معاه بطاقة ضريبية، معاه إيصال مية، إيصال كهرباء، معاه عقد، أي شيء موثق في هذا الشأن يثبت إن دي محل قبل القانون، يبقى كده احنا جاوبنا على أول سؤال إن هو القانون ينطبق عليه ولا لأ. كده ينطبق عليه ولا لأ؟ كده ينطبق عليه، هو محل يعني كده خلاص حقه. لو هو عنده ما يفيد إن الغرفة دي متحولة لمحل قبل صدور القانون. تمام؟ يبقى هنا ينطبق عليه القانون. طيب الشروط بقى، هل هي كانت جراج ولا كانت شقة؟ كانت طيب سكني؟ لو كانت شقة ولا لو كانت لو جراج؟ كان جراج ما ينفعش. ممنوع خلاص. ممنوع خالص. لو شقة حتى ينفع. لو مع ورق. حتى لو مع ورق. طب لو شقة؟ لو شقة يبقى ليه حق. لو قبل القانون وكانت سكني وعايز يحولها لتجاري حقه. بس هنا تغيير النشاط في مادة تانية في اللائحة، إن مثلا حضرتك جيت في منطقة سكنية فيلل، واحد حب يعمل ورشة، ده كده ممنوع طبعا. ممنوع، إن لازم يكون النشاط يتوافق مع المجتمع العمراني اللي فيه، صح، ويكون فيه خدمات المنطقة محتاجاها، صح. فما ينفعش مثلا نشاط يعمل ضوضاء أو يعمل تلوث في منطقة سكنية يتم التصالح عليه حتى لو ينطبق عليه بقية الشروط. ده في المناطق اللي ملهاش مخططات تفصيلية، مثلا زي المجتمعات العمرانية الجديدة، واحد حول جزء عنده تجاري بس ما ينفعش يحوله ورشة وسط بلل. طيب عطية عبد الرازق وهبة بيقول لك أنا باني بالبلوك الأبيض اللي هي البلوكات البيضة، تمام، ينفع بعد التصالح أهد وابنيها؟ هقولك، احنا اتفقنا من الأول أن التصالح ترخيص ضمني بأثر رجعي، مش كده؟ فأنا أوريدي بالتصالح اديت شرعية لقطعة الأرض، وببعض المواد الانتقالية اللي هي اللي احنا قلنا أنه يستكمل، فأنا اديت له شرعية استكمال. فبناء على التصالح هيبقى ليه حق ان يعمل رخصة هدم وبناء طبقا للتنظيم، تمام، فهيبقى محتاج له اجراء لتقنين وضعه انه يهد ويبني عادي. عادي يعني. عادي، بس طبعا بيعمل لها الرسومات والورق بتاعها. اه طبعا، ما هيهد ويبني مخالف تاني، لازم يودي رسومات، هيهد ويبني مخالف تاني، ما كانوا اتصال مش هيقعد معنا كتير. طيب عبد الوهاب خليفة، انا عندي بيت في ابن بيتك ووسعت المساحة الخلفية بالكامل، تمام، لان بيتي دبل فيس الاجراءات. حلو قوي. المساحة الخلفية هو كده عايز يستغل المساحة اللي ورا اللي هي يدخلها حق الارتفاق ما بين ما بين البيوت، بالظبط، صح كده؟ بالظبط، اللي هو 3 متر. طيب خلينا نوضح ما هو حق الارتفاق اللي هو ما بين البيوت وبعضها. يعني هو بيقول البيت بتاعه في ابن بيتك، ومشروع ابن بيتك ده موجود في الجمهورية كلها في كل المحافظات تقريبا، هو عنده مساحة خلفية عايز يستغلها. بالظبط، هو عنده وجهتين، فالمساحة الخلفية كملها بالكامل. طيب لو هو يقصد من سؤاله ان المساحة دي هي الردود الامامي اللي هي من البيت بتاعه للسور، فدي مش محتاجة موافقة جار. لو المساحة دي ما بينه وبين السور فده حق الارتفاق. ليه؟ لان المفروض الحد الادنى للمنور طبقا للتنظيم للرؤية والبرايفسي او الخصوصية 3 متر، فانا خدت من حق جاري فلازم اخد موافقته. لكن لو ده في الردود الامامي بتاعي فده ملكيتي. الامامي بس، الامامي او الخلفي اللي هو ايه اللي مني للشارع، انا لا استكملت في المسافة اللي بيني وبين الشارع والسور، ولا انا استكملت في المسافة اللي بيني وبين جاري. بيني وبين جاري ده حق الارتفاق، لازم اخد منه موافقة بعقد موثق في الشهر العقاري. طب الخلفية؟ لا، لو بيني وبين الشارع، ما هو ممكن يبقى خلفي بيني وبين جار، بس لو بيني وبين الشارع لا، ده ملكي يعني ابني فيه. ده كده خلاف على بناء نسبة بنائية، يعني هو كان نسبته البنائية مثلا 50%، وسعت مساحتي، وسع بقت 60-70% في المسافة الردود الامامي اللي مع الشارع او الخلفي لو عندي شارع خلفي. لكن اللي بيني وبين الجار لازم حق الارتفاق. طيب حد عنده، هو باني قطعة ارض، باني بيت دورين على ارض زراعية، هل الفترة اللي جاية دي يقدر يحلها؟ هو حوالين من قطعة الأرض الزراعية دي هي يعتبر هو اللي عاملها يعتبر. طيب هو مش عايز يذكر اسمه يعني. اوكي، هو خايف. يعتبر. طيب دلوقتي الإجراءات يعني. أولاً التصوير الجوي اللي ينطبق عليه قانون التصالح للبناء على الأراضي الزراعية أو خارج الحيز العمراني كانت ب 15 أكتوبر. فلو هو عنده البنى ده قبل 15 أكتوبر 2023 يبقى ينطبق عليه تطبيق القانون. يبقى دي أول حاجة، أنا بشوف تاريخ المخالفة، هل هي قبل القانون ولا لا، وقبل التصوير الجوي ولا لا.
فلو هو باني على ارض زراعيه قبل 15 اكتوبر يبقى ينطبق عليه القانون. فهمت قصدك. تمام. طيب هل هو بقى من المناطق المتاخمه للاحوزه العمرانيه ولا المناطق البعيده؟ المناطق القريبه او اللي هي متخللات ليه الحق يتصالح، لكن وسط ارض زراعيه بعيده عن الاحوزه العمرانيه ملوش الحق. ولكن برضو في السلطه التنفيذيه قالت ان دي ليها لجان هتنزل تشوف لها الحلول بتاعتها. طيب تركي ندش، انا اشتريت دور اخير، ينفع اعمل تصالح على شقتي منفردا؟ تصالح جزئي. تصالح جزئي بالظبط. هو اشترى من السؤال بتاعه ان هو اشترى شقه مخالفه اصلا. صح كده؟ يعني هو اشتراها مخالفه. فمن حقه يتصالح لوحده ولا لا؟ لو هو عقد التمليك بتاعه بتاريخ قديم يبقى ده في حد ذاته بيان المخالفه. ده اثبات المخالفه، هو مشتري الشقه بتاريخ قديم. يبقى ده اول اثبات مخالفه ممكن يبقى معاه. برضه زي ما قلنا ايصال مرافق او كهرباء او وات ايفر، ده دليل ان هي اتبنت قبل القانون. طيب تاني جزء، سلامه المنشأ. هل العقار امن انشائيا وقطاعات الاعمده تتحمل ان يكون المبنى ده قائم بالدور الاخير المضاف؟ ما هو سلامه المنشأ دي من اهم البنود اللي المبنى ده يتوافق عليه التصالح ولا لا؟ صح. يبقى دي محتاجه الاستشاري او المهندس اللي هيروح يعمل المعاينه يقول المبنى ده آمن إنشائياً ولا لا. طيب تالت نقطة اللي هي التصالح الجزئي، ليه الحق مدام المبنى منفرداً؟ آمن؟ طبعاً. ليه بقى؟ القانون القديم واللائحة القديمة كانت بتمنع التصالح على المخالفات اللي تعيق إزالة مخالفات أخرى. اللائحة الجديدة لم تنص عليها، وطلعت فتاوي أو اختارات إن بتسمح بالتصالح الجزئي في اخر فتره القانون القديم، لان دلوقتي اللي مش هيقدم تصالح هيبقى عنده مشكله في المرافق، فهو من حقه يقدم لوحده وياخد المرافق لوحده. التاني عايز يعمل اوكي، مش عايز يعمل براحته. طيب وانصح، اتفضل سامحني قطعتك، انصح المواطن لو هو مش على توافق بمنهجيته هو وجيرانه هيعملوا ايه مع بعض؟ يعني هيقسطوا على نفس المده ولا هيدفعوا كاش؟ يبقى يعملوا ملف منفصل. لكن لو اتفقوا مع بعض ان هم هيدفعوا قسط يبقى ملف واحد. اتفقوا مع بعض ان هيدفعوا كاش يبقى ملف واحد، لكن ما ينفعش تدفع ملف واحد ويقول لك انا هقسط شقتي وده يعمل كاش وده يعمل قسط على ثلاث سنين وده على خمسه وده على سبعه. طيب اللوجيك ان هي تنفصل يعني. استاذ هشام، دي النقطه اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها على موضوع البدروم، بس هو عايز دلوقتي يلاقي حل عشان عرف مؤخرا ان مفيش تصالح في الجراجات. بالظبط. محل ارضي في جزء منه تكمله الجراج. قدمت تصالح ودفعت الربع، لكن للاسف حتى الان لم يتم بسبب ان الجراج ممنوع التصالح بالرغم اني مقدم وعندي نموذج ثلاثه ودافع الرابع. حلو قوي. في بدايه العمل على القانون هيبدا من 7 مايو. تمام. هو كان شهر من 4 ابريل، ولكن بقرار رئيس الوزراء اعياد عيد العمال وعيد شم النسيم 5 و6 مايو، فبدايه العمل هيبقى 7 مايو. هيبقى في الاسس لرفع الحالات اللي هي لا يجوز اعاده الشيء لاصله او استحاله استخدامها للوزاره، وضع اليه التعامل معها بمثلي قيمه المخالفه. يعني ده منصوص فيه، بس ده خارج اطار عمل لجان البت. يعني لجنه البت اللي موجوده اللي هيتم تشكيلها مش هي اللي هتكون مسؤوله عن هذه الحالات. طيب اخر سؤال عندي، هل سيتم قبول التصالح على المباني المقابله للمباني الاثار الخاصه بالاثار؟ يعني ايه المقابله؟ يعني دلوقتي عندي مثلا في حاجات خاصه بالاثار مثلا في اماكن معينه، هو الثلاث في مباني اتبنت على اراضي مخالفه. بالظبط كده. هو في ثلاث حالات ممنوع التصالح عليها خالص. اراضي اثار، اراضي اثار، اراضي الري، والمبنى غير امن انشائيا. يعني لو كويس هو انت قلت اراضي الري. اه طبعا حمايه يعني النيل. يعني استاذ محمود احمد لسه باعت برضه، هل يمكن التصالح على 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 المبنى على املاك الري له تصالح؟ ده ممنوع خلاص. كويس ان انت قلتها. ممنوع. كويس ان انت هم الثلاث حالات اللوجت. بقيه الحالات اللي كانت موجوده في القانون القديم ما عدا الثلاثه دول تم التعامل معاهم بشروط. يعني المباني التراثيه
لو انا في مخالفه على مبنى عدى 100 سنه وكان ممنوع التصالح عليه في القانون القديم، طب انا مش عارف ارجع المخالفه دي ولا اعيدها، وهتضر بالمنشا وما يضرش استمرار المخالفه بسلامه المنشا، يبقى ليها تعامل. باشمهندس ماهر انا بشكرك جدا. اهلا بيك. شكرا ليك طبعا، والنهارده انت فدتنا وفدت الجمهور، واكيد احنا هنكون معانا بعد اسبوع او اسبوعين من دلوقتي برضو كمان حلقه مع حضرتك، هنشوف كل يعني التغييرات اللي حصلت طبعا من اول يوم الاحد القادم ان شاء الله، وهنحاول العمل من 8 مايو. 8 مايو ان شاء الله. بشكرك جدا. شكرا ليك يا فندم. طبعا بشكر باشمهندس ماير جرجس عضو مجلس نقابه مهندسين القاهره، رد على كل الاسئله الخاصه بقانون التصالح، وهنشوف كل التفاصيل الجديده بهذا القانون الفتره القادمه، وبرضه هنحاول نتكلم فيها في برنامج عقار مصر. نطلع فاصل ونرجع تاني. جديدة بتعملها شركة جي في اوتو في عالم السيارات في مصر، وده بتوقيع عقد شراكة مع شركة اكسبورت لادا علشان تكون الممثل الرسمي والحصري لعلامة لادا في مصر. كاميرا عكار مصر رصدت لحضراتكم كافة تفاصيل المؤتمر الصحفي لعقد هذه الشراكة. مش كده وبس، كمان لقاء خاص مع المهندس شريف حمودة رئيس مجلس إدارة شركة جي في للاستثمارات. رحلة بدأت من هنا، مصر مهد الحضارات، أشرقت شمس الصناعة لتغزو العالم، حولنا الحجر لحلي، والبردي لورق، الرمل لزجاج، والقطن لغزل. من مصر الصناعة غيرت تاريخ البشر، ومن هنا بدأ التحول نحو مستقبل مستدام. لذا أطلقنا طربول مدينة صناعية مستقبلية، أول مدينة صناعية اقتصادية لوجستية متكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا، على مساحة 109 مليون متر مربع حول جبل طربول وعلى امتداد وادي النيل. هنا مدينة طربول الصناعية، آفاق جديدة لوجهة عالمية فريدة من نوعها. عبقرية الموقع تربطها بالعالم، ستتخذها الصناعة النظيفة موطنا لها. هنا نطور منهجية الإنتاج ونفتح أبواب استثمارات لا حدود لها. طربول مستقبل الاقتصاد الأخضر، طبيعة المكان ستلبي جميع احتياجاتك، فالبنية التحتية المتطورة ستجعل التقنية أساس المعيشة في طربول. منازل ذكية، وسائل تنقل ذكية، طاقة نظيفة، الاستدامة ركيزة معيشتنا وتحسين نمط حياتنا. هنا تصبح الصناعة مستقبل الكوكب الذي نحيا عليه، بإجمالي أراض صناعية 45 مليون متر مربع. ستكون مركزا نابضا بالأبحاث والابتكارات، له أقوى الأثر لصناعة التغيير، يشكل مستقبلا أفضل، يدعم الثورة الصناعية الرابعة بحلول وخدمات لوجستية ذكية تربط طربول بالعالم. مدينة أنشئت لتعيد أمجاد التراث، تحتضن الإبداع لبناء مستقبل أفضل يجتمع فيه الاستثمار والصناعة والتقنية دون أي أثر على البيئة. استثمر في مصر، استثمر في طربول. خلال مدينة طربول الصناعية احنا بنشتغل على قطاع عريض اسمه الصناعة المصرية. اهتمامنا بالصناعة المصرية بيخلينا نشتغل على قطاعات متعددة في الصناعة المصرية. قطاعات بتهتم بالسوق المحلي وقطاعات تصديرية. لما اشتغلنا على قطاع السيارات، قطاع الاوتوموتيف، احنا شفناه من فوق، شفناه من بره. ما شفناهوش زي من الناس اللي جواه يمكن متعودة عليه بمشاكله بمميزاته بحدوته.
فاشتغلنا شوية بشكل المطور وليس التاجر أو المصنع التقليدي اللي موجود من فترة في هذا المجال يعني. فاحنا بصينا على السوق رقم واحد شفنا محدودية رقم المبيعات كل سنة. فأي مصنع عالمي أما بيجي مصر يفكر فيها كسوق أول حاجة هيكشف عليها أرقام معلنة هي أرقام الإنتاج المحلي أو الاستيراد، فأوتوماتيك بيعمل أوت بيقولك أنت. تاني حاجة بيبص على تجارب التصنيع اللي موجودة في مصر بقالها سنين، بيشوف قد إيه محدودية المكون المحلي ومحدودية السوق، وبيشوف تجربة أوروبا ما بقت ما لهاش جمرك فأوتوماتيك وقف الإيه التصنيع. هو احنا بنشتغل مطور لمدينة كبيرة، مدينة صناعية اسمها طربول. اساس عنوان شغلنا هو امل في بكرة، صح؟ عايشين واقع حلو ومره، ناس كتيرة مشككة، ناس كتيرة قلقانة، عندنا قلق من حاجات كتير. طيب هنعيش كلنا في نفس القصة وحقيقة الاسواق في مصر والاقتصاد في مصر، ولا في ناس ربنا بيبقى مديهم قدرة على الامل، القدرة على الأمل إنه بيشوف الجزء الحلو اللي موجود في الموضوع بغض النظر هو كله حلو ولا بيدور على الجزء المليان يعني. طيب طربول بتخلينا نتعلم كل حاجة ونشتغل في كل المجالات، عندنا جزء من كل حاجة، بنفهم يعني ايه تجارة جملة في المواد الغذائية، فالناس محتاجة ايه عشان تعمل سوق جملة، الناس محتاجة ايه عشان تعمل مصانع غذائية، مصانع هندسية، مصانع. فبقى عندنا قطاع تطوير اسمه بيدرس كل قطاع في مصر. حتى الدولة المصرية لما طلعت التوصية بتعميق الصناعة في 152 منتج، احنا مش واخدين الموضوع كده، احنا بندرس منتج منتج ونشوف الفرصة التنافسية ونسبة المكون المحلي والأسواق التصديرية وكلام، بنشوف مزايانا زي ما بنشوف عيوبنا، بنشوف الاثنين، بس بنحاول نكبر في مزايانا، ما بنحاولش نقف عند الوضع الحالي. زي ما حضرتك سمعتني بقول انا مؤمن بان المطور غير المستثمر، المستثمر هو راجل بيستثمر عقله او ماله في مجالات، المطور هو بيشوف الشيء غير ما هو موجود. قطاع السيارات في مصر بيبيع ارقام محدوده جدا غير مشجعه لاي تعميق صناعه، محتاج ابني صناعه، محتاج ابني سوق عشان ابني صناعه. للاسف حتى الان ما تمش اجراءات تبني السوق، فاحنا خدنا على عاتقنا ان احنا نشوف زي نبني سوق، فعملنا سلسله متكامله من الاجراءات ان احنا نقتحم مجال النقل بقوه من خلال شراكات دوليه كبيره جدا، عامل الطلب عالي على عدد من العربيات كبير، الافات، ارقام كبيره كل سنه. وبدانا نتكلم مع الدوله في المبادرات بتاعه العربيات الكهرباء والعربيات الغاز والعربيات بهذا الشكل، وبدانا نشوف برضه العربيات البنزين كذلك ليها وضع. اما بدانا نشتغل بالشكل ده على مدار الاربع سنين اللي فاتوا من خلال شغلنا في طربول مش من خلال شغلنا في سوق السيارات، بصينا للموضوع بشكل تاني، بصينا ان احنا قطاع السيارات ده مصر، انا كمصري متضايق من بعد 40 50 سنة يعني. أنا شفت مصنع الفورد في الأربعينات، بعد العمر ده كله ما زلنا بنحبه في هذا السوق ونسب تصنيع محدودة وأسعارنا غالية ومش قادرين ننافس محلي، فبالطبيعي مش هنقدر ننافس خارجي، ولولا الحماية والجمارك وغيره 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 ما كانش يعني ما كانش يبقى فيه خالص أصلا يعني. فبدأنا نشوف إن إحنا الموضوع مختلف، فبدأنا نبحث عن شركاء لديهم الرغبة والمصلحة وتوافق مع الفكر بتاعنا. مرينا بقى بناس كتير قالت لنا اسفين مصر اخرك انك انت تاخد مني العربيه وتعمل ازاز وفرش، وناس تانية قالت لك اخرك مش عارف ايه وحاجات بهذا الشكل. احنا طبيعتنا بندوحر يعني شويه من بلدي يعني، بدأنا ندور، وصلنا لشراكه مع كونكورديا ودخلنا في مجال الجولف كار اللي هي مصر بتستورد منه الافات كل سنه، وقلنا استورد ليه؟ ما انا اعمل له لوكاليزيشن ودرت، والحمد لله كونكورديا وخلاص في مراحل النهائيه دلوقتي ان الكيت الكامله للتصنيع يبقى نسب عاليه جدا من مصر يعني. يعني مش عاوز اقول رقم محدد لان احنا بنلعب بين 65 ل 80%. بدانا بعد كده ببطاريه الكهرباء، عملنا صناعه تجميعيه ليها وعملنا شراكه، عملنا محطات شحن كهرباء، عملنا شراكه كبيره جدا مع شركتين من بره. ثم بعد كده بدأنا نخش في العربية نفسها بقى، العربية نفسها السوق في العالم كله النهارده بيحصل فيه تغيرات وفيه خناقات كبيرة، روسيا مع أوروبا وأمريكا، وفي الصين طالعة غول طالع في المجال ده، بس هي الصين دي قصة كبيرة، ناس مصر مش قادرة تفرق بين الشركات الصين الكبيرة اللي بتبيع 10 مليون و15 مليون عربية، وفي شركات في الصين في 300 400 شركة في منهم بيقفلوا، يعني في عدد ضخم بيقفل لأنه ما يقدرش يكمل في ظل إن الصين نفسها جواها منافسة داخلية.
ماشي، والشركات الدوليه الكبيره بتضطر تصنع جوه الصين عشان تقدر يبقى ليها حصه من جوه الشركه، فالموضوع كبير. درسنا ده لحد ما وصلنا لشركاء محترمين من عده دول. النهارده بنعلن عن واحد من الكبار، بنتكلم عن حد من الصغير بتنتج على شركه بتنتج عربيه كل 16 ثانيه. كان ايماجن يعني انت النهارده تتكلم على مصنع ما شاء الله ضخم بشكل رهيب وعنده ماركت شير بشكل كبير. هو في مصر عنده كان فوق جدا وبعدين حصل لان ظروف في السوق او بالشكل ده. عشان كده احنا رايحين داخلين بلاده بشكل جديد بعدد موديلات شكلها عصري مع نفس القوه والمتانه الرئيسيه اللي موجوده، مع ان انا واخد المستهدف الاسواق الخارجيه المحيطه بيا افريقيا والشرق الاوسط، ان هو التصدير يبقى من مصنع مصر. ده شريك وافق على التوجه بتاعك وموافق على تعميق المصنع المقاوم المحلي، اقول له لا بلاش لازم ابقى معاه. طيب الراجل ده اديني بقى رسوماتي عشان اقدر اعمل مكونات محليه، الراجل اديني عشان اقدر اعمل كذا، اديني اسواق اصدر ليها، ادي لك اسواق عشان اصدر ليها. طب تعالى نتعامل ماليا بشكل او اخر مختلف، وافقنا مع هذا الكلام. الكلام ده الحمد لله قدرنا نوصل له بباكج على بعض معاهم ومع كونكورديا ومع من سنعلن عنه قريبا في مجال العربيات، عملاق من الضخمين جدا في العالم، برضه هيكون موجود في طربول ومع جي في ان شاء الله. احنا قبل ما نتكلم مع لادة، وبالمناسبه احنا قريب في خلال شهر بكتير هنعلن عن برضه اتفاقيه كبيره جدا مع شركه عربيات من الاكبر في العالم، يعني من الشركات الاكبر في العالم هتبقى موجوده في طربول برضه ده. فاحنا ما تخلنا من اي نشاط هو طربول، عشان كده قدامنا حضراتكم طربول المدينه الصناعيه الواعده 26,000 فدان اللي موجوده في جنوب القاهره والجيزه، اللي على بعد 40 كيلو من حلوان، 70 كيلو من القاهره الجديده، 70 كيلو من 6 اكتوبر، 100 كيلو من السخنه، و200 كيلو من البحر الابيض، و5 كيلو من النيل، واللي حواليها اكبر كثافه عماله موجوده في مصر. توافقنا تماما بقالنا عده شهور. واحنا النهارده مش بنوقع، احنا بنعلن رسميا بس. فده رقم واحد. انما قلقت، هم عندهم اداره جديده الفتره اللي فاتت دي اللي كان عندنا معاها توافق بشكل كبير. الادارات اللي قبل كده اللي احنا بقالنا كذا سنه معاها كانت تقليديه جدا وشايفه الموضوع، شايفه السوق المصري 1000 عربيه ابو 3000 يبقوا 5000 حاجات بهذا الشكل. فانا الفتره اللي فاتت كانت كويسه، الفتره اللي قبليها قلقت وطلعت ونزلنا مرتين ثلاثه على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا. اما بنتكلم في صناعه السيارات بدانا نتكلم ان احنا عاوزين، انا مطور لمدينه صناعيه فمفروض ابقى ماركت ميكر وليس تابع لماركت ماشي ازاي. ماركت العربيات في دراستنا التجاره فيه اكبر من التصنيع بكتير. حجم الكاش اللي شغال استيراد شخصي، استيراد معرفش ايه، تريدنج، ده حجم الكاش فيه مش موجه لتنميه صناعه. ومفيش حد ومفيش قطاع ولا في جهه يعني في الدوله خدت قرار ازاي اغير الماركت بشكل كبير واحوله سواء للعربيه الكهرباء او للعربيه صديقه البيئه او معرفش ايه. وتجربه الغاز ومشاكلها كانت عامله ازاي، وازاي العربيات اللي اتحولت بقى فيها مشاكل، والتاكسي الابيض وليه ما بيتغيرش ووضعه بالشكل ده. طب خلينا نقول ان احنا في جي في مبدئيا بنحلم في خلال طربول ومعانا مع الشركه ان احنا نعمل عربيه مصريه. يعني احنا هنعلن قريب عن عربيه مصريه. قريب ده مش شهر يعني، قريب على يمكن على نهايه السنه. عن عربيه مصريه ببراند مصري بنسبه تصنيع عاليه جدا، حط دي على جنب، اوكي؟ طيب مواطن مصري يهمه عربيه كويسه، عربية سعرها كويس جدا وامكانياتها كويسة، برضه فيها ادمية واحترام وشياكة وحاجات كتيرة بالشكل، وده اللي بتوفره لادة وشركائنا الاخرين. احنا محددين ده ان احنا اسعار السوق عالية على المواطن، والمواطن يعاني الفترة الحالية واحنا كلنا بنعاني. طيب عشان ما نعانيش لازم ننتج ولازم نبطل استيراد ولازم ندخل عملة ولازم نصدر. ده اللي احنا بنشتغل عليه بمنتهى الامانه. هل الكلام ده سهل؟ هل انا مضمون؟ لا هو سهل ولا هو مضمون، هو امل وتخطيط وعزيمه. هل احنا داخلين بلادنا بنفس الشكل التقليدي اللي الناس شافتها بيه في اخر سنوات؟ لا، حضراتكم شفتوا النهارده اشكال العربيات، احنا داخلين بست سبع عربيات الفتره اللي جايه، عربيات متميزه. رقم ثلاثة سعرنا ان شاء الله هيبقى كويس جدا. رقم أربعة، واحنا كمصريين بقى يهمنا كلنا، احنا مش بنشتغل لمصر جوه مصر فقط، احنا علاقتنا بيهم مرتبطة بافريقيا بالكامل، دول عربية بالكامل وبعض الاسواق الاخرى. فاحنا مش بنشتغل معاهم بالطريقة التقليدية، احنا تركيزنا الرئيسي على قد السوق المحلي بشكل كبير ولكن للتصدير بشكل كبير. بقاله سنين عملة بقى، مشاكل عملة، مشاكل سوق، ثم بدأت تتحل، الاستيراد دخل، الاستيراد الشخصي دخل، الاستيراد الشخصي بقى غول،
خطر على الصناعه نفسها. لا موضوع بقى صعب، الموضوع ما كانش فيه عربيات بسعر منافس، ما قدرش تستورد ارخص وعندها ميزه تنافسيه وتعامل بالعمله بتاعتي وتسهيلات في الدفع كويسه. يعني هو باكج على بعضه، لازم البنوك والدوله والقطاعات وكله يشوف الموضوع باكج على بعضه، ما يقدرش يبقى فيه حته عملتها وحته لا، لان هتنيك على طول بقى. انت العربيات النهارده في براندات كبيره جدا بتيجي من الصين ارخص ما تيجي بلدها بنسبه عاليه جدا. فخلاص الموضوع الاستيراد الشخصي ده مش عليا انا بقى، هو على خطر على هذا السوق، وهو ولا في قيمه مضافه ولا في حتى ضرائب بشكل واضح، ولا يعني هو اصبح انا شايفه اكبر خطر على هذا السوق. يعني ان شاء الله يكون في تعاون كبير لاستمرار الانتاج من خلالهم والتوزيع للمنتجات اللي يقدروا يعني ان شاء الله يعملوها، وشايفين ان ده هيبقى تعاون صحي للاطراف كلها. احنا تاكد لسنا شركه تجاره سيارات، وده مش هدفنا الرئيسي، احنا مطور بيشتغل في مجالات الصناعيه وبيحاول يبقى ماركت ميكر عشان يقدر يخلق سوق يخلي مصر جاذبه للصناعه. انا درست، انا قعدت فترات كتيره في فيتنام بروح واجي بتعلم الناس دي بقت 300 وشويه مليار دولار ازاي، فبدانا نستفيد من الناس دي شغاله ازاي وبنحاول نعمل بشكل مختلف. اما بنشتغل برضو حضراتكم هيعلن لكم قريبا نسب التصنيع المحلي سواء في لادة او الشركات الاخرى، في شركه كبيره جدا هنعلن عنها قريب ان شاء الله، نسبة تصنيع محلي هتبقى مفاجأة للسوق. أنا بوعد حضراتكم أهو دلوقتي نسبة المكون المحلي هتبقى مفاجأة للسوق. هو الحصري مش عارف، بس أنا اللي عاوز أقوله لحضرتك هو إن إحنا هنعمل شراكات قريبة في مجال تصنيع العربيات مع مصانع مصرية، قدرنا نوصل معاها لنفس التفاهم إن هي تاخد مننا الاتفاقات الخارجية وتاخد مننا بعض خطوط الانتاج اللي جايه من بره ويحصل تصنيع، بغض النظر عن مصانع اللي جوه طربون، لان احنا مش شايفين طربون جزء من مصر، بس مصر هي الاعم، مصر هي الاهم والاعم. فاحنا مش بندور على مصلحتنا اللي هي اراضي طربون وبيع طربون وتسويق طربون فقط، احنا شايفين الاسرع للبلد. الدوله ورئيس الجمهوريه سيد رئيس الجمهوريه بتحاول تجري بسرعه، واللي بيشدوا الورا كتير جدا، في اخطاء بس بيشدوا الورا كتير جدا وبنحاول نجري. انا من الناس اللي بحاول تجري، يعني انا من الناس وتيم العمل بتاعنا من الناس اللي بحاول تجري. ننجح بقى دعواتكم.